السلام عليكم، مع حضراتكم محمود كساب، استشاري عقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة شركة ريل استيت جايد. الفيديو ده أنا عايز أعمله كده مقارنة ما بين المناطق السكنية اللي هي مطروح فيها بيع دلوقتي في العاصمة. احنا عندنا طبعا مناطق القطاع الخاص اللي هي زي منطقة المستثمرين، ودي كانت الطرح الأول في العاصمة، ومنطقة الار 7 ويليها منطقة الار 8 الطرح الثالث. وطبعا أنا عندي من المناطق اللي هي تعتبر تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية وتنفيذ وزارة الإسكان الآر 3، ده يعتبر أول حي سكني هو قابل للسكن من دلوقتي، وتم الطرح فيه كان من 2019. وعندي منطقة الآر 5، هي كان تم طرح يعني بعض الوحدات فيها في 2020، وبعد كده قفلوا البيع في الآر 5، وحاليا مع بداية 2024 بالفعل بدأوا طرح دلوقتي جديد في مدينة جاردن سيتي الجديدة في الار 5. برضو المنطقة ديت من تنفيذ هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان من الار 1 لحد الار 6، ده كله تنفيذ هيئة المجتمعات العمرانية. في حاجات بتكون تنفيذ تابعة للقوات المسلحة. طبعا منطقة المستثمرين أول طرح كان فيها كان مع بداية 2016، ويليها برضو في الار 7 بدأت الكومباوندات تطرح في 2017، ومع بداية 2018 بدأ الطرح في الار 8. تمام، يعني هدي لحضراتكم كده معلومة بشكل مختصر عن كل منطقة. أولا بالنسبة لمنطقة الطرح الأول، المنطقة ديت المساحة الإجمالية بتاعتها 1700 فدان، هي موجود فيها طبعا أكبر شركات التطوير العقاري اللي ليهم سابق أعمال قبل كده، منفذين كومباوندات ومشاريع قائمة وموجودة على أرض الواقع. موجود فيها 13 مشروع سكني، ده لو انا بتكلم طبعا عن الكومباوندات اللي هي تبع شركات القطاع الخاص موجوده في منطقه المستثمرين دي. طبعا كل كده ديت الحدود بتاعه منطقه المستثمرين، فيها حوالي 13 مشروع تابعين لشركات قطاع خاص. طبعا بالنسبه للار 7، المساحه الاجماليه للار 7 حوالي 1500 فدان، هي متاح فيها دلوقتي حوالي 35 مشروع سكني، ده بيكون تابع طبعا للشركات بتاعه القطاع الخاص، بخلاف طبعا الجمعيات والمشاريع اللي بتكون تابعة للنقابات وكده. تمام، يليها عندنا بعد كده في الار 8، الار 8 مساحتها الاجمالية 2500 فدان، بتكلم المتاح دلوقتي حوالي 23 مشروع اللي هو المطروح دلوقتي، اللي هي المشاريع اللي هي تابعة لشركات تطوير عقاري. دي اغلب كل المشاريع اللي هي موجوده في الار 8 دلوقتي، اللي هي موجود عليها الاسماء اللي موجوده على الخريطه برضو او كده. فده بشكل عام يعني عشان نكون عارفين ما بين يعني ايه المساحات بتاعه كل حي وطبيعه عدد المشاريع اللي موجوده. طبعا بالنسبه للار 3، انا عندي هنا الار 3 المساحه الاجماليه على حوالي 1000 فدان، مكونه من 8 مجاورات. هنا طبعا الوضع مختلف، لان الوضع ده مش وضع كومباوندات، مش قطاع خاص، مفيش سور بيبقى خاص لكل مشروع سكني بخدماته او الكلام دوت، لا هنا بتبقى كل العماير مفتوحة على بعضها بس معمولة بشكل مجاورات زي ما حضراتكم شايفين كده في الشكل التصميم العام بتاع الار 3. المساحة الاجمالية بتاعت الار 3 1000 فدان. عندنا هنا في الار 5 المساحة الاجمالية 985 فدان، وبرضه معمولة على نظام مجاورات، سواء عمارات سكنية، منطقة فيلات وقصور، مناطق بيكون فيها تاون هاوس، بيبقى فيه طبعا اللي هي المشاريع السكنية اللي بيبقى نظام إسكان مختلط مثلا، سواء عمارات أو نظام الأبراج. خليني بس أتكلم مع حضراتكم برضه، يعني إن أنا أبني المقارنة مع حضراتكم في الفيديو دوت بناء على عدد من المعايير. هتكلم أول حاجة على تميز الموقع ما بين كل حي، هتكلم على التخطيط العمراني الخاص بكل منطقة والشكل الخدمات اللي فيها وشكل اللايف ستايل العام لكل منطقة، سواء شكل العمارات، الشكل اللايف ستايل العام والحياة هيكون شكلها ازاي، الكوميونتي العام طبعا لكل منطقة بشكل عام. هتكلم من حيث الاستلامات والسكن هتكون امتى، الحاجة اللي هتكون اسرع من حيث السكن والحاجة اللي هتتأخر شوية في السكن. من حيث مستوى التشطيب، حضرتك هتستلم مستوى التشطيب هيكون شكله ازاي، التقسيط حضرتك هتقسط ازاي، بالنسبة طبعا لمستوى الأسعار برضو هتكون متفاوتة بشكل ايه، بحيث حضرتك تبقى عارف مستوى الأسعار ما بين كل منطقة يعني بناء على ايه ليفل الأسعار دوت.
هنتكلم من حيث العائد على الاستثمار ومعدل زيادة الأسعار. المكان اللي حضرتك بتشتري فيه دوت، هل السعر فيه هيقارن بمنطقة تانية من حيث معدل زيادة السعر فيه مستقبليا، سواء على المدى القريب أو على المدى البعيد، أو حتى كفكرة الإيجار بعد كده أو فكرة إعادة البيع مستقبليا، ده هيكسبك كويس؟ فده برضو هنتكلم بناء على المقارنة ما بين المناطق ديت، سواء اللي هي الـ R5 أو الـ R3 أو طبعا مناطق الكومباوندات المستثمرين والـ R7 والـ R8. فهي مقارنة توضيحية، هنتكلم عن كل منطقة بالتفاصيل ديت، بحيث في الآخر إن أي عميل مهتم إن هو عاوز يشتري في العاصمة ومحتار ومش قادر يقرر التوجه بتاعه، يشتري في الـ R3 ولا ياخد في الـ R5 ولا إن هو ياخد شقة أو فيلا داخل كومباوند، سواء في المستثمرين أو الـ R7 أو الـ R8، أنا بدوري في الفيديو دوت بوضح لحضرتك يعني المقارنة كده توضيحية بشكل عام ما بين المناطق ديت، بحيث إنها تساعدك بعد كده إن أنت تاخد القرار اللي يتناسب مع طبيعة التوجه بتاع حضرتك. وأنا طبعا بدوري بشكل عام إن حضرتك مجرد ما بتتواصل معايا على الواتساب ببتدي إن أنا بفهم طبيعة الطلب بتاع حضرتك، وبساعدك طبعا لحد ما بنوصل إن شاء الله لأفضل اختيار ممكن يتناسب مع طبيعة التوجه بتاعك، ويكون طبعا في حدود الميزانية بتاعة حضرتك وبطريقة السداد المناسبة ليك. احنا اتكلمنا دلوقتي على التميز بناء على الموقع ما بين المناطق وما بين الأحياء السكنية، اتكلمنا مقارنة بناء على التخطيط العمراني ما بين المناطق ديت وشكل اللايف ستايل بتاعها والخدمات بشكل عام والكوميونتي بتاعت المناطق ديت، واتكلمنا على فكرة العائد على الاستثمار وعلى معدل زيادة الأسعار ما بين المناطق السكنية المتاحة في العاصمة دلوقتي. طبعا احنا عندنا طبعا عارفين ان الاستلامات في الـ R5 دلوقتي والـ R3 استلام فوري، عايز تسكن في اسرع وقت ممكن يبقى خليك في الـ R3، عايز حاجة كفكرة سكن، ولكن دي بترجع حسب الميول الشخصية بتاعت حضرتك، انت عاجبك فكر التصميم اللي هي جاردن سيتي الجديدة، يعني انت بتميل للمستوى دوت الشكل الكلاسيكي دوت. انا عن نفسي من الناس اللي بتحب الاجواء ديت او الشكل دوت، فا اوكي دي حاجه خلاص هتكون مناسبه لحضرتك، ولكن كفكر استثماري بحت زي ما قلت لحضراتكم من شويه، لا نركز في الكومباوندات. احنا مش لازم ان احنا ناخد الحاجه اللي على الهوا بتاعنا، مش كل الحاجه اللي بتبقى على هوانا هي دي دايما بتكون الحاجه الصح في الاستثمار، او بتكون القاعده العامه اللي احنا نقدر نمشي عليها في الاستثمار الصح اللي يجيب لك افضل عائد على المبلغ اللي حضرتك بتدفعه بعد كده، سواء لو حبيت تعمل اعاده بيع او حبيت حتى تأجر بعد كده مستقبليا او كده. تمام. طبعا بالنسبه للاسعار بشكل عام ما بين المناطق، انا عندي طبعا منطقه الار 3 يعتبر يعني هي سولد اوت حاليا، التركيز كله هيكون في الار 5. الار 5 الاسعار فيها بتبدأ من 5 مليون جنيه، اسعار الشقق ال 120 او ال 125 متر، التقسيط بيكون على 10 سنين بمقدمات 5%. زي ما احنا عارفين ان الاستلام يعتبر فوري، بتاخد وحدتك بتكون متشطبة. تمام. يمكن فكرة التميز في الار 5 شوية، يعني عارف الموضوع هنا مختلف عن الكومباوندات، لان الكومباوندات انت ممكن تلاقي جوه الكومباوند المكان اللي يتقال عليه الكريزة بتاعت الكومباوند كله، انت واخد في احلى حتة في الكومباوند. في الار 5 الموضوع زي ما احنا شفنا قبل كده في الماستر بلان بتاعت الار 5 او اللي اوت بتاع، يعني كله الموضوع كله تقليدي، يعني واخدين بالكم هنا الموضوع كله تقليدي، مفيش تميز معين اقدر اتميز بيه الا حاجات نادره قوي، يعني انا اقدر اقول عليها دي فعلا واخد احلى تميز او كده، ولكن دي اكيد طبعا طرحها مش هيكون دلوقتي خالص، يعني اكيد طبعا سعرها هيكون مختلف تماما عن اللي هما بيتكلموا فيه دلوقتي. يعني احنا بنتكلم سعر المتر السكني في الار 5 بيبتدي من 50,000، بيكون طبعا تشطيب كامل. طبعا بالنسبه لمناطق الكومباوندات، منطقه المستثمرين لو حضرتك عايز شقه نص تشطيب 3 غرف بتبدا معاك من متوسط مثلا 4.5 مليون في الحدود ديت. تمام. تقسيط لحد 8 سنين مقدمات 5 و10%، تسليم خلال سنتين. لو حضرتك بتتكلم في شقه 3 غرف في الار 7 بدايه اسعارها من 3 مليون 800، 3 مليون 900، شقه 170 متر استلام فوري، تقدر تعين وحدتك دلوقتي على ارض الواقع. طبعا انا بكلمكم في اقل الاسعار، يعني دي يعني مش هي دي الاسعار الرسميه اللي موجوده في كل الكومباوندز، انا بكلمك في بدايه الاسعار بمعنى اصح. طبعا بالنسبه للار 8 بدايه الشقق الثلاث غرف ال 150 ال 160 متر بتعمل فرنج مثلا 3 مليون 100، 3 مليون 200،
برضو بالتقسيط المستريح لحد 7 سنين وثمان سنين. في منها حاجات مبنية وفي حاجات لسه طبعا، يعني ان انت ممكن يعني تشوف نموذج مماثل للوحدة اللي حضرتك هتشتريها او كده، ولكن التسليم في المجمل مش قبل 2 أو 3 سنين، على الرغم ان في بعض الكومباوندات اللي هي تعتبر خلصانة بنسبة 100% كإنشاءات كمباني، لكن طبعا لسه المرافق والخدمات اللي موجودة في الكومباوند لسه طبعا مخلصتش او كده يعني. طبعا بالنسبة لأسعار الفيلات دلوقتي في العاصمة بتبدأ معاك من 12-13 مليون، التاون هاوس الميدل، التاون الكورنر ممكن بيبقى متوسط مثلا 15 مليون، التوين هاوس بيبقى في رينج 16-17 مليون، الفيلات المستقلة بتبدأ معاك من 20 مليون جنيه. أغلب الفيلات موجودة، يعني أغلب الكومباوندز اللي موجود فيها فيلات هي الفيلات مبنية، حضرتك تقدر تدخل وتعين الفيلا بتاعتك دلوقتي. بالنسبة لأسعار الفيلات في الـ R5 بتبدأ معاك متوسط 17-18 مليون فما فوق، فده طبعا بالنسبة لأسعار الفيلا. الاستلامات بتكون طبعا نص تشطيب، وده طبعا بيكون بالتقسيط يعني بمقدمات 10%، وقسط بتوصل معاك لسبع سنين وثمان سنين وممكن 10 سنين كمان. فكرة السكن بشكل عام في المستثمرين وفي الـ R7 هتكون أسرع من الـ R8. المستثمرين ممكن نتكلم 2026 2027 انا اقدر اسكن في الار 7 او في منطقه المستثمرين، وانا عندي طبعا دلوقتي مشروع سيليا طلعت مصطفى اللي هو في قلب النهر الاخضر، مشروع كبير ضخم على 500 فدان، هو دلوقتي بيسلم بالفعل، وفي يعني ناس بدات بالفعل انها تاجر شقق ليها او وحدات ليها موجوده داخل مشروع سيليا للطلبه وللناس اللي هي موجوده في العاصمه يعني. فده عموما كفكرة السكن وكفكرة الاستلامات. أغلب الكومباوندات في منطقة المستثمرين هي جاهزة للتسليم، أو حضرتك تقدر تعين وحدتك من دلوقتي، يعني هتلاقوا في كومباوند مثلا ممكن يعني بحد أقصى مثلا التسليم فيها هيكون على 2026-27 برضو. بالنسبة للآر 7 أغلب الكومباوندات مبنية باستثناء حاجات قليلة جدا اللي هي لسه وصلها 3 سنين أو حاجة زي كده، مثلا زي ما عندنا كده مشروع لوميا لسه طارح من 3 شهور فاتت، لكن في المجمل اغلب الكومباوندات مبنيه دلوقتي وتقدر تعين برضو وحدتك. طبعا الار 8 هي دي اللي لسه قصادها شويه وقت يعني كفكره السكن فيها، الموضوع هياخد شويه وقت، لكن طبعا في كومباوندات وبالاخص الكومباوندات اللي هي على المحاور الرئيسيه زي المحور اللي هو الموازي المحور بن زايد الجنوبي، او اللي هو ده يعتبر الشارع الرئيسي بتاع الار 8 تمام، او مثلا الكومباوندات اللي هي قصاد الحي الدبلوماسي دي نوعا ما اللي هي بتبقى موجودة على الأطراف ممكن يكون قابلية السكن فيها أسرع نوعا ما من بقية القطع الأراضي المخصصة لكومباوندات داخل الـ R8 نفسها. الموضوع طبعا هيبقى لسه هياخد وقت، ولسه طبعا في طروحات كتيرة هتكون موجودة في الـ R8، فطبعا يعني نقدر نقول السكن برضو يعني مش قبل مثلا 6 سنين أو كده، على 2028-29-2030 كده يعني. طبعا كل الأسعار اللي أنا كلمت مع حضراتكم فيها هي استلامات نص تشطيب. لو احنا بنتكلم في حاجه متشطبه، انا عندي اقل سعر شقه 3 غرف متشطبه يبقى متوسط سعرها في رينج مثلا 4.5 في الحدود ديت، مقدم 10% وسط معاك لحد 7 سنين، وبرده تعاين شقتك من دلوقتي وتاخدها متشطبه تشطيب كامل سوبر لوكس في كومباوند بيكون كله بيتسلم متشطب، مش فكره يعني ان انت بتاخد حاجه بيبقى فيها اوبشن للتشطيب، لا هو الكومباوند كله على بعض بيتسلم متشطب، فده طبعا هيسهل عليك كتير مساله الايجار، مساله السكن، يعني هيسهل امور كتيره في مساله التشغيل بشكل عام، يعني مش زي لما تاخد في مشروع بيكون لسه نص تشطيب، فطبيعي طبعا الموضوع بياخد شويه وقت لحد ما الكومباوند يكون مؤهل نفسه ان هو يكون قابل للتشغيل، او ان هو يكون فيه فرصه ان انت تسكن او تاجر حاجه فيه او كده. طبعا في المجمل بالنسبه لموضوع التقسيط، انت عندك المستثمرين الار 7 التقسيط في اغلب الكومباوندات دلوقتي بقى مضغوط شويه نتيجه طبعا لقرب التسليمات 6 سنين 7 سنين، ممكن مقدمات بتبدا من 10% 20% حسب كل كومباوند، ولكن التسهيلات الاكتر هتلاقوها في منطقه الار 8 من حيث انظمه السداد اللي بتوصل ممكن ل 10 سنين وممكن كمان بتكون اطول من كده، ده طبعا في يعني في اغلب الكومباوندات بمعنى اصح. وبرده في نقطة مهمة جدا بالنسبة لموضوع الأسعار دوت، احنا بنتكلم ان المناطق القطاع الخاص ديت أول لما بدأ طرح فيها في 2016-2017 كان سعر متر السكني بيبتدي معاك من 7000 و8000 و9000 جنيه، ده كان أقل سعر للمتر. المشاريع ديت نفسها لما حضرتك تيجي تبص عليها النهاردة أسعارها مش أقل من 25000 جنيه للمتر تمام، فده طبعا أكيد
اي عميل اشترى من زمان من 3 سنين فاتت هو اكيد على الاقل تقدير هو حفظ قيمة فلوسه، وده طبعا احنا لسه هنشوفه على مدار السنين اللي جاية لما الكومباوند يكون اصبح جاهز والمنطقة نفسها خلاص اصبحت جاهزة للسكن مؤهلة للحياة زي الار 3 كده، فده هيفرق معاك جدا. وهتلاقي كمان الاسعار اللي انا بتكلم فيها النهاردة اللي هو المتر ب 20 و 25 الف دخل معاك في 40 و 45 الف، ودخل كمان في 50 الف جنيه، اللي هي تعتبر الاسعار بتاعت الاحياء السكنيه زي مثلا الار 5 النهارده. الاسعار دي هتزيد على فكره في الار 5 برضه، ولكن يعني بنسبه كبيره مش هتكون بنفس معدل زياده الاسعار اللي احنا هنلاقيها في المناطق الكومباوندات زي ما قلت لحضراتكم كده، ان اكيد وحضرتك بتشتري في منطقه هي لسه بتطلع، فانت هنا يعني اي زياده في السعر انت بتكسبها بمعنى اصح. لكن خلاص لما المنطقه بتكون اكتملت كل حاجه فيها، الانشاءات، الخدمات، البنية التحتية، المرافق، أصبحت مؤهلة للسكن والحياة، فتيجي تشتري فيها طبعا انت هتحفظ قيمة فلوسك وكل حاجة والأسعار هتزيد، لكن هتزيد بمعدل أبطأ بكتير جدا من لو كنت اشتريت وهي لسه المنطقة لسه بتطلع بكل الخدمات اللي حواليها لسه بتطلع. فهنا طبعا انت بتحفظ قيمة فلوسك بشكل فعلا قوي جدا، يعني الأسعار هنا بتزيد بمعدل أسرع بكتير. يعني احنا بنتكلم معدل الأسعار دلوقتي طبعا مع التضخم واللي بيحصل دوت بيزيد في السنة مش أقل مثلا من 50% ل 100%، لكن طبعا بعد الاستلام هيبقى الزيادات قليلة، 10% زيادة، 15%، ممكن 5% زيادة كده. يعني آخر حاجة هتكلم عنها وهي المقارنة بناء على المطورين. طبعا الموضوع بالنسبة للمناطق الكومباوندز القطاع الخاص الموضوع نسبي بيختلف من شركة لشركة. احنا عندنا طبعا بنسبة 90% من الشركات اللي داخله في الكومباوندات في الار 7 وفي منطقه الار 8 هي بنسبه كبيره يمكن لاول مره هي بتبني كومباوند، ولكن يعني كل شركه بيبان الانطباعات الاوليه بتاعتها من خلال الفكر بتاعها، الرؤيه بتاعتها، من خلال ايه هي الحاجه اللي عايزه تقدمها في المشروع بتاعها اللي هي تتميز بيه بمعنى اصح برضو. ولكن برضو كل الشركات ديت هي منفذه مشاريع قبل كده، ولكن ما نقدرش من خلالها نحكم على خدمه ما بعد الاستلام. ولكن في انطباعات اوليه بتدي لنا مؤشر ايجابي وكويس جدا طبعا في الموضوع دوت، بخلاف كمان ان احنا عندنا طبعا شركات قويه جدا موجوده في السوق بتاع العاصمه، بدايه من طلعت مصطفى ولافيستا، شركه لافيستا للتطوير العقاري، وهتلاقوا في مثلا زي مصر ايطاليا، زي بيتر هوم، زي الشركه السعوديه المصريه للتعمير، في اسماء كبيره لمطورين موجودين بالفعل، يعني حتى يعني معروفه سابق اعمالهم ايه وشغلهم السابق قبل كده، وتقدر كمان تشوف على ارض الواقع المشاريع بتاعتهم. في شركات هي فعلا بتقدم نموذج محترم جدا على الرغم ان هي لاول مره بتبني كومباوند، ولكن بتطلع دلوقتي واحنا لسه يعني نقدر ان احنا نعاين المشاريع ديت على ارض الواقع ونشوف شكل النماذج اللي هي بالفعل موجودة دلوقتي على أرض الواقع في المشاريع بتاعتها كشكل التصميم العام للعمارة أو حتى للمرحلة الزون اللي هي خلاص اكتملت الإنشاءات فيها، حاجة فعلا تفوق الوصف اللي هو كان موجود في البروشور نفسه اللي احنا كنا بنشوفه والمشروع لسه أرضه فاضية. فده طبعا بيدلنا يعني انطباع مبدئي وأولي إن فعلا خدمة ما بعد الاستلام هتكون ليها توجه معين وهيبقى ليها فكر معين، فطبعا ان شاء الله دي هتبقى حاجه كويسه جدا. يعني عموما انا حبيت كده في المقارنه ديت، انا عارف ان انا طولت على حضراتكم، ولكن انا حبيت اشرح الموضوع بشكل تفصيلي وبشكل مبسط ويكون برضو بطريقه مترتبه بحيث الدنيا ما تتوهش من بعض العملاء. حبيت اتكلم مع حضراتكم كده في مقارنه توضيحيه لكل منطقه من الاحياء السكنيه المطروح فيها بيع دلوقتي، سواء المناطق اللي هي تابعه للقطاع بتاع الدوله او هيئه المجتمعات العمرانيه، او بالنسبه طبعا للشركات التطوير العقاري للقطاع الخاص. عموما انا حبيت بقدر الامكان يعني افيد حضراتكم بكل المعلومات اللي عندي، ولو في اي استفسارات عند حضراتكم طبعا يشرفني ان احنا نتعاون مع بعض، ولو في اي عميل محتاج ان هو اي استشاره عاوز يشتري في العاصمة ومحتار مش قادر يحدد حتى طبيعة التوجه بتاعه كفكر استثمار ان هو يشتري سكني شقة او فيلا او يشتري محل او مكتب او مثلا سويت فندقي، فانا بدوري مع حضرتك كاستشاري عقاري متخصص في العاصمة الادارية من 2017 وعندي طبعا دراية كاملة عن كل المشاريع والشركات في العاصمة
واقدر اقيم لحضرتك المشاريع واعرفك بالشركات الملتزمه اللي اسمها معروف واسمها كويس بمعنى اصح في السوق، اللي انا اثق فيه ان انا اقدر اشتري معاها وانا ابقى اكون مطمن. فدي طبعا خدمه كامله انا بقدر اقدمها لحضرتك، وبوجهك لطبيعه انسب الفرص الاستثماريه، سواء كفكره ان انت حضرتك هتشغل بنفسك، سواء لو بتشتري مكتب او محل او ايا كان التوجه بتاعك ان انت هتشغل الحاجه ديت بنفسك، او لو حضرتك بتفكر بفكر استثماري بحت ان انت عايز تاجرها او ان انت تعملها اعاده بيع مستقبلي، او ان انت هتسكن في الشقه او الفيلا ديت. فانا بطبيعه الحال حسب طبيعه التوجه بتاع حضرتك بطرح على حضرتك النهارده في الوقت اللي انت هتكلمني فيه اهم الفرص والعروض اللي هي هتكون مناسبه للتوجه بتاع حضرتك، واللي هي تدي لك افضل قيمه مقابل سعر، مقابل افضل سعر، ما يكونش سعر مبالغ فيه بمعنى اصح، وفي نفس الوقت ما نجيش ورا السعر القليل لمجرد ان هو سعر قليل، لان اكيد الحاجه اللي سعرها قليل في المقابل انت بتفتقد لمميزات كتير برضو يعني. فهو الموضوع في المطلق انا يعني هوضح لحضرتك كل التفاصيل بالمميزات بعيوب بكل حاجه، بحيث ان انت تكون الرؤيه قصادك واضحه بشكل كامل عشان بناء عليها تاخد القرار الصحيح. طبعا احنا بعرض على حضرتك اوبشنات مختلفه، وبناء عليها بنبتدي نقارن ما بينها، وبنبتدي كمان نقارن ما بين الوحدات المميزه داخل المشاريع ديت، عشان في الاول وفي الاخر احنا زي ما بنختار مشروع مميز لازم كمان نختار وحده مميزه، لان ديت اللي هتاهل الاستثمار بتاعك ان هو فعلا يكون ناجح، سواء لو حبيت تعمل اعاده بيع بعد كده، سواء لو حبيت تاجر، حبيت تسكن، لازم تشتري الحاجه اللي تكون بايعه نفسها، دي اهم حاجه. ما دام انت شاري حاجه هي بايعه نفسها بعد كده في الايجار في البيع في الشراء في كل حاجه، اعرف كويس ان انت بيعتك دي هتبقى سهله، هتبيعها باعلى سعر ممكن، وهتتباع اسرع، وهتتأجر أسرع. فده طبعا هيفيدك بشكل كويس جدا، لأن في عملاء كتير للأسف بتغلط، يعني كمان مش بيكون عندها تأني إن هي تختار الحاجة الكويسة، وطبعا بتندم بعد كده إن هي دخلت في الاستثمار العقاري، وبتشوف إن الموضوع دوت صعب، وإن هو مش عارف يبيع ومش عارف يأجر ومش عارف يطلع من الموضوع أصلا. فلازم الموضوع تاخده من البداية كده بشوية تفاصيل وشوية معايير، بحيث إن أنت في الآخر تكون فعلا بتشتري أفضل قيمة مقابل أفضل سعر ممكن بمعنى اصح. وده دوري مع حضرتك ان انا بساعدك في كل الخطوات ديت، بدوري ان انا راجل استشاري عقاري متخصص في العاصمه ومحايد، يعني بمعنى اصح ان انا بكون العين بتاعتك والرؤيه بتاعتك في العاصمه، اللي بوضح لك بيها كل الاستفسارات بتاعتك، واللي بطرح لك بيها ان شاء الله افضل العروض اللي هي تتناسب معاك. طبعا الخدمه دي بشكل عام بتكون مجانيه، بكون معاك طبعا في قرايه العقود بتاعه الشركه المطوره، بحيث تبقى عارف كل البنود اللي ليك اللي عليك الالتزامات دي، اهم نقطه طبعا عشان ما تتفاجئش بعد كده مستقبليا باي حاجه ما كنتش انت واخد بالك منها، فطبعا دي نقطه برضو مهمه جدا. هي خدمه عموما بتكون فور فري مجانيه بالكامل، انا اتعابي باخدها من جهه المطور، ما باخدش من حضرتك اي حاجه، بالعكس انا بساعدك ان انت تاخد افضل سعر ممكن وبافضل طريقه سداد ممكنه تتناسب مع حضرتك. طبعا تشرفوني حضراتكم في اي وقت، انا طولت عليكم ومتاسف جدا على الاطاله، ولكن يهمني جدا ان انا يعني لما اعمل فيديو ان انا اوصل للعميل كافه التفاصيل اللي هو فعلا تديله الانطباع ان هو مستريح، يعني حاسس فعلا ان هو واخد افاده من الموضوع ده الهدف الاساسي بتاعي. طبعا يشرفني ان احنا نتعاون مع بعض، رقمي ظاهر على الشاشه متاح للواتساب، وفي كمان لينك موجود في اول الوصف، حضرتك مجرد ما بتضغط عليه هو بيوصلك على طول على الواتساب الخاص بيا. طبعا الخدمه دي عموما بتكون مجانيه وتحت امر حضراتكم في اي وقت. شكرا جزيلا.